السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الأكارم في هذه النشرة الجوية الخاصة بأحوال الطقس حسب آخر تحديثات النماذج العالمية. إن كنتم تشاهدون هذه القناة لأول مرة لا تبخلوا علينا باشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بجديد أحوال الطقس بالمغرب. بالنسبة لحالة الطقس الخاصة بهذا اليوم السبت 2 يوليوز بحول الله، فمن المتوقع أن تعرف مرتفعات الأطلس الكبير وكذلك الأطلس المتوسط نزول زخات مطرية، وقد يهم الأمر منطقة أوكيم دن المتر تبنت الزلال إيميتشيل بني ملال زاوية الشيخ وكذلك خنيفرة إضافة إلى والماس وإفران وكذلك تهلة وتازة وأجنول. إذا هذه مناطق إن شاء الله قد تكون قد تعرفوا نزول زخات مطرية خلال هذه الساعات وكذلك الساعات القادمة بحول الله، في حين استقرار الأجواء بباقي مناطق الشمالية والمناطق الجنوبية منها المغرب. بالنسبة كذلك لهذه الليلة بحول الله، فمن المتوقع أن تعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل تدريجي في معظم المناطق المغربية كما يوضح لنا هذا النموذج متابعينا الأكارم. وقد تعرف الجهة الشرقية بحول الله خلال الساعات الأولى من هذه الليلة بحول الله نزول عواصف وكذلك بعض الزخات المطرية الضعيفة، ويهم الأمر عاطف وكذلك جرسيف جرادة ووجدة، واستقرار الأجواء بباقي المناطق الشمالية الأخرى وكذلك المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية من المغرب. هذا فيما يخص حالة الطقس لهذا اليوم. بالنسبة ليوم غد الأحد بحول الله، فمن المتوقع أن تعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل كلي في معظم المناطق المغربية، وذلك كما يتضح من خلال هذا النموذج. هذا فيما يخص يوم الأحد بحول الله. بالنسبة كذلك لمساء يوم الأحد بحول الله بعد الزوال، فمن المتوقع أن تعود التساقطات المطرية بحول الله وتشمل منطقة تازة وكذلك كيكو وخنيفرة وميدلت وابن ملالة ومرتفعات تبانت وكذلك تين غير، مع استقرار الأجواء بباقي المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية من المغرب. هذا فيما يخص يوم الأحد. بالنسبة كذلك ليوم الاثنين القادم بحول الله، فمن المتوقع أن تعود الأجواء إلى الاستقرار في معظم مناطقنا المغربية، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين. بالنسبة لمساء يوم الاثنين، فمن المتوقع تشكل غيوم على مستوى مرتفعات الأطلس الكبير، ويهم الأمر تالوين وكذلك مزمز وأوكيمتن وتبانت أزيلال إيميشيل بن ملال تنفيت ميدلت زاوية الشيخ خنيفرة وكذلك سكورم تاز إفران تيندي تهلا وكذلك تازا، حيث قد تعرف هذه المناطق نزول زخات مطرية رعدية متفرقة ونسبيا ضعيفة بحول الله وقوته، مع استقرار الأجواء بباقي المناطق الشمالية من المغرب وكذلك المناطق الجنوبية. إذا هذا فيما يخص يوم الاثنين القادم بحول الله وقوته، وهذه هي توقعات حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام الثلاثة القادمة بحول الله، ويبقى العلم لله. بعد كل ذلك لا تنسوا الاشتراك في قناتنا للتواصل بجديد أحوال الطقس، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.